الناس العزاز عليكم حافظوا عليهم، ما تقيسوا حتى عبد، واهم حاجه نفوسكم. ما تخ... شوفوا، كنت قاعده نخدم في حاجه هكذا، وجات طفلت لي اخت زوجي، جابت لي هذا تارتولات. استناو نجربهم مع بعضاكم، نذوقهم ونقول لكم تراش مع بعضانا، ونقول لكم تراش بنان ولا لا. لا يعني هي ما شاء الله، يعني طيب، يعني طيبها انا يعجبني، ما شاء الله تحفه. دوك نجرب معاكم ونقول لكم. يعني معايا باش استناو نعدل لكم الاضاءه. بو هكذا، وهذا ما يمنعش اني نكب شوية عصير، بزاف عصير قصدي. يلا وهذا بلاستيك نورمال ما نستعملش، يعني فقط بشوي. يعني الريحة بنحكي لكم، مش بسم الله بلا ما نذوقها. بسم الله، والله ما شاء الله. ودينا فيها، دايره فيها نواط كوكو مع نواط كوكو مع الكوكو اعتقد، لكن اغلبيتها نواط كوكو. هذا مش انا توجور كندير تارتولات حلوين هكذا، نديرهم الخلطه اللي الفوق ما تكونش جافه، على هذا ما يكونوش احسن حاجه. بسم الله، تحفة. بسم الله، كل ما نذوق انا قضمة نقول بسم الله. بسم الله، انا مش عارفة انا من النوع اللي اذا كليت تقريبا كل مغرف ولا زوج ناكلهم لازم نشرب معاه ماء ولا عصير. مش عارف هذا امر طبيعي ولا دوكا. بما اني حليت الكاميرا نحكي معاكم في موضوع 2023 هذا، راني نشارك معاكم دروس اللي تعلمتها من 2023. بصراحة أنا واحدة من الناس تقدر تقولوا في 2023 تعلمت قدام الحاجة. كما تشوفوا أنا كملتها، الحمد شكرا لله، كملت الحبة تاعي. هذه الحبة تاعي نخليها لها زوج الكريم، هو ثاني يشتي الحلويات لطيب، هو يشتي الحلويات لطيب في الدار، دونك خليها له باش ياكلها مع حليب ولا حاجة. كما تعرفوا احنا رجالنا كامل يحبوا طياب ماتهم، ويحبوا طياب حتى خواتاتهم. اعتقد كما نقولوا حنايا الطعم اللي يترباو عليه هذا كيبقاو يحبوه، كما حنايا نتوحشوا الماكله تاع ماتنا. دوك حتى اختك، كيما انا عندي اختي
تقع سنة ثانية ثانوي باردو، قلتلكم أختي تقع سنة ثانية ثانوي، سبحان الله كطيب حتى اللي تقرا في الجامعه من قبل ما كانش بصراحه ما كانش طيب مليح، لكن هذه العطله تاع الربيع اللي فاتت رحت لدارنا قعدت عندهم يامات هكا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني طيابها ما شاء الله. اعتقد انه الانسان فقط اذا كان طيب حاجه من قلبه والله. لا لا، اما بالنسبه لاختي اللي تقرا سنه ثانيه ثانوي يعني يعطيها الصحه، يعني من العوام اللي فاتوا ما شاء الله، يعني حتى حاجة أنا كما نقولوا كي نديرها ما نحبش ناكلها، ما القرينا ثاني نطيب مليح بصح ما نحبش ناكلها من عندي أنا، لكن كي تطيبها هي يا سبحان الله نطيع عليها قوشي شاتية. طيب ماما باين أكيد كل واحدة تحب طيب أمها، مكاش لي ما تحبش طيب أمها. كما قلت لكم شارككم، قطعت الفيديو حبيت نكمل ما كلتي قبل، قلتلكم نشارككم يعني الفائده اللي خرجت منها في 2023 هذه، وشن هي؟ شوفوا حبوا البنات انفسكم اول شيء. اذا انسان دار لك عفسه ما تحبيهاش معليش اجبدي روحك اجبدي روحك، ولكن باش هكا ما فقط تجبدوا رواحكم وخلاص، يعني من غير ما تديري له اي شيء ممكن يضايقه. انا عارفه انه في الاول بالك تجي صعيبه بزاف من الاشخاص، لكن نحاولوا انه نجبدوا رواحنا، لانكم هكا اعتنيتوا بنفسكم، واذا اعتنيتوا بنفسكم معناتها راح يكون جسدكم في حاله جيده ان شاء الله. هذا هو المفيد، هذا هو المفيد، تهناو خليه شغل البلاصه نظيفه، يعني رغم انه هما اللي لازم يحافظوا على بلاصتهم نظيفه، لكن معليش نتوما حافظوا على هذاك الشيء يبقى نظيف. غدوه 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 راكم فاهمين غدوه ثاني بلا ما نشرحها لكم، هذه غدوه راكم عارفين. ما تعرفوا يعني قادر واحد فيكم يسافر المدينه اخرى، قادر يسافر راكم عارفين البنات. دونك على الاقل يتفكروك بحاجه مليحه، حتى اذا كان هما اللي غلطين خليهم الله يسهل لك. كثرتي قول لهم، مش لك كثرتي، لا قولي لهم المره الاولى قولوا لهم انه فوالا راك غلط، دوزيام راك غلط، تروازيام راك غلط. كي عود تحبوا تتكرموا والناس هذوك زعما شغل ماكمش صح كما نقولوا تحبوهم صح، زيدوا لهم الرابعه والخامسه سي بون، كي تطيروا راكم ديجا هايلين كي تزيدوا لهم الرابعه والخامسه، نقول لكم بكل صراحه. بعدها خلاص الله يسهل عليهم، انتوما تعاملوا معهم بالزينه وراكم تعرفوا، ولكن وش حبيت نقول لكم، قلوبكم حافظوا على قلوبكم، حافظوا على انفسكم، حافظوا على سعادتكم، كونوا يعني كونوا سعداء، ما تعمروش روسكم بحتى شخص، لانه بنكونوا صريحين دوكا في هذا الوقت ما كاينش تقريبا اللي خمم فيك ابار ماماك، بلك عجوزتك اذا كانت ناس كيما نقولوا وحده كبيره وتعرف ربي وهكا، كاينين عجاز يعني ما شاء الله. انا نحمد ربي يعني عجوزتي ربي يحفظها لنا ان شاء الله، يا ربي يحفظ لي مويمتي، يا ربي يحفظ لي عجوزتي. شوفوا كنت بكري نقول مستحيل مستحيل من سبع المستحيلات تكون كاينه يعني وحده كيما ماما. من بعد كي تزوجت شفت عجوزتي الحمد لله يعني عندهم نفس العقلية، ماما عجوزتي وأنا عندنا الثلاثة نفس العقلية سبحان الله، يعني نقول إحنا ربي يحفظنا لبعضنا. بدات تساين لك كنت تشوفوني الكائنية بدأوا يرقرقوا، بس كأحداث صلات بزاف أحداث، لو كنت تلاحظوا كي الناس كانوا معانا وراحوا لبلاصة أخرى. اني نهضر دونك الناس العزاز عليكم حافظوا عليهم، ما تقيسوا حتى عبد، واهم حاجه نفوسكم، ما تخليوش رواحكم تقعدوا تخموا في ناس ما يخموش فيكم، معليش عاملوهم بالزينه الوجه الله تعالى، غيرها ما عندكم ما ديروا لهم، صاي طبق فوت ليه، دير الخير ديروا الخير في حياتكم قد ما تقدروا،
وما تقعدوش تحسبوا فيه. اما بالنسبه للناس هذوك اللي سافا با ما تحتاجيهمش، نقول لك من الاخر ما تحتاجوهمش في حياتكم. اللي انسان عارفينه باللي يدير غلط معاكم ما خممش فيكم، داروا مره وزوج ثلاثه وما خممش فيكم، ما تقوليش زعما يجي يقولك او فوالا سمحي لي سمحي لي، هذيك علاش ماما هذيك اللي من لسان وفوق غير من لسان هكا برك ما عندك ما ديري بيها. واحد كيقولك سمحي لي والله حاجه كيما هكا، لازم يكون هو فري حس بيك وفري كيما انتي تحبي تحافظي عليه هو يحب يحافظ عليك، كيما انتي تحبيه يبقى كما نقولوا سعيد ماذا بيك هو ثاني نفس الشيء. اذا شتيه هو غير قاعد غير يعفس يعفس يعفس، قالش ناس بكري يعفس في الليل بهراوة والله معك والله ما باش هذا وش معناتها، انا شغل فهمتها على اساس انها يعني غير يخلط مهموش يعني في في اي انسان مخلط الناس كل كيف كيف. دونك ما عندك ما ديري بيه، خليه هو بالك الدنيا تربيه بالك ربي يهديه، ادعي له ربي يهديه. انا عارفين باه ما نكذبوش على بعضنا، كل انسان يحدد مكان كل واحد يخدم بلاصتو ما كاينش منها. انا شوفوا بكري قبل زواج زي وبعد زواج زي، واشخاص نعرفهم من قبل زواج زي وبعد زواج زي، انتيا ماذا بيك تحسني من بلاصتك قد ما تقدري وديري اللي عليك والباقي على ربي سبحانه. مش صح ما تجيش تقولوا فوالا تشتي ماشي، كل واحد راه يخدم بلاصتو، وانت اذا كتحبي روحك وتفكروا ماتكم تفكروا ماتكم، نقولها لكم تفكروا ماتكم تفكروا خاوتكم وخاتاتكم، زوجك تفكريه، عجوزتك تفكريه، تفكري الناس الكل وسورتو الناس اللي فري قلوبها عليك. هذوك الناس ما تسمحوش فيهم، ما تسمحوش فيهم اطلاقا. هذا الشيء اللي تعلمته ونتمنى انكم تكونوا فهمتوني واني فتحت لكم قلبي دركا. دوك في الفيديو باردو في الفيديوهات هذو الاخرين شغل عدت نحكي في الفيديوهات، حابه الحمد لله كاين اشخاص يعني حتى وان كان عددهم قليل راه من على سعيد دخلوا قناتي. نقول لكم والله شرفتوني اقسم انتم يعني بصراحه. فتحت القناة يعني تقدر تقولوا 50% على جال هذا الشيء باش نلقى ناس يسمعوا لي ونسمع لهم، وهذه يعني والله غير تفرحوني حتى إذا كان ماكمش تكتبوا في تعليقات. نقول لكم ربي يحفظكم نحبكم في الله. هذه هي الطلاب في رواحكم، ولا حبيت نتعرف عليكم يعني ماذا بيا أنا يعني يزيدني شرف ويسعدني جدا هذا الشيء. قولوا لي اكتبوا لي خياتي هكذا في التعليقات، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم، احنا ان شاء الله نكونوا عائله كيف كيف. وجدد ثاني نقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، انتم مادامكم جدد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يعني نكونوا عائله كيف كيف. ونقول لهنا نكون وصلنا لهذا الفيديو، بنت لي ما نحبش نطول بزاف الفيديو. تهلاو في رواحكم وفي امان الله، الى الملتقى ان شاء الله.